نحن نتحدث عن الفتح صفر، الفضيلة صفر، الحكمة صفر، هناك الناس لن تحصل على أي مقعد هذه الأحزاب، وأيضا أحزاب أخرى. أول مرة أحب الصفر أنا من حلقك. الله. إيش قد الصفر رقم ما موجود، بس إيش قد يطلع من حلقك حلو. الله يحفظك. اللهم لا شماتة. حقيقة فأتت الإجابة، أتت الإجابة صفر. كما تعشق الصفر. الصفر أتت. إذن 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 الشعب أعطى الإجابة له، أعطى له أن خطابك خطاب الخاسرين والمفلسين للأسف.